تعالوا نروح مع حضراتكم إلى واحدة من أجمل المناطق السياحية عندنا في مصر هنا، أتحدث تحديداً عن مرسى علم وتحديداً عن مطار مرسى علم الدولي اللي بيستقبل بدءاً من اليوم السبت وحتى نهاية هذا الأسبوع يستقبل 70 رحلة طيران دولية. أغلب 70 رحلة دول هي رحلات أوروبية. بيتم بشكل كبير جدا تسهيل إجراءات الوصول للسياح الأجانب بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط على طول، وصولا لمقر أو مقار إقامتهم بالفنادق المختلفة والمنتجعات السياحية المختلفة للاستمتاع بأوقاتهم على شواطئ البحر الأحمر. عندنا أسئلة كثيرة الحقيقة عايزين نتوجه بها إلى ضيفنا الكريم هاتفيا الأستاذ وليد البطوطي الخبير السياحي. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. دايما مرسى علم كده مهما رحنا وجينا وسبناها شوية ورحنا المناطق السياحية أخرى اللي مصر غنية بيها الحقيقة لازم بنرجع لها تاني، لأنه هي كل فترة بيبقى فيها تجديد وتطوير، والفكرة كمان أنه الإقبال عليها ما شاء الله والحمد لله متزايد الحقيقة في السنوات الماضية. حدثنا أكثر عن فكرة 70 رحلة اللي من النهاردة لغاية آخر الأسبوع إن شاء الله هيستقبلها مطار مرسى علم، والدلالة على كده إيه يا فندم وتزايد عدد الرحلات تحديدا من الدول الأوروبية إلى مرسى علم؟ شوفي حضرتك، مرسى علم بتستقبل عدد من السياح، دول غالبيتهم بيبقوا عدد كبير جدا منهم جم مصر قبل كده. مصر بتقدم منتج جديد، ده منتج جديد، مكان جديد ومكان رائع ويجتذب الناس بالمره واثنين وثلاثه. على فكره يعني حتى اللي بيروح مره بيسافر وبتبقى مش قادر يقاوم ان رحلته الثانيه يرجعها ثاني عشان عاوز يستمتع بالمكان ويشبع منه. فمرسى علم بتستقبل عدد كبير جدا من السياح اللي جم مصر وبيحبوا يزوروا مصر تاني ويزوروا منتج جديد في مصر. ده منتج جديد مصر بتقدمه، والمكان فعلا زي ما حضرتك قلتي رائع، وسحر المكان بيخلي السائح يرجع مره واثنين وثلاثه، وكل سائح من دول بيجي يقضي اجازته هنا بيرجع وبيجيب معاه المره اللي بعدها اثنين ثلاثه اربعه من اصحابه، وبيجوا مجموعات يعني بتنتشر جدا. وملاحظ جدا ان عدد السياح اللي هناك غالبيتهم بيبقوا كمان اصدقاء، يعني ما بيبقاش مثلا واحد ولا اثنين مسافرين لاول مره، ولو كانوا لاول مره فالمره اللي بعدها على طول بيبقوا جايبين معاهم اهاليهم او اصحابهم او قرايبهم. أنا كنت حصل الحركة الحقيقة إنه هل أغلب الرحلات اللي جاية الأسبوع ده حوالي 70 رحلة تقريبا وأغلبها من أوروبا زي ما قلنا، هل هم من نيو كاستمرز أو عملاء جدد أم ريجولر جاست؟ لأنه دي برضو بتفرق قوي. لا دول بيبقوا يعني النسبة الأكبر منهم بيبقوا بنسميهم الريبيترز، اللي هو سائح جه مصر قبل كده وعاوز يجي تاني. وعايز يجي تاني. ده نظرا لان الناس اللي بتيجي بتقضي وقت كويس بتسافر، دي الدعايه المباشره ودي الدعايه الاقوى انه السائح يجي ويقضي وقت كويس وما يبقاش عنده اي مشاكل، فبتبقى المكان محبب بالنسبه له من ناحيه كل حاجه، الاكل والمواصلات والاقامه والفسحه بتاعته والاماكن اللي بيقعد فيها، كل ده مهم جدا انه بيخلي السائح هو اللي بيسافر، هو اللي بيعمل دعايه بنسميها وورد اوف ماوث، ان هو بيكلم قرايبه بيكلم اصحابه بيكلم اصدقائه في العمل وجيرانه ويقول لهم تعالوا نقضي اجازه، هو اللي بيدعو الناس الى مصر. صحيح. ومع تطور طبعا وسائل التكنولوجيا دلوقتي استاذ وليد حضرتك عارف طبعا، يعني حتى ما بقاش الواحد دلوقتي معتمد قوي زي الاول على الورد اوف ماوث بقدر ما هي بتحصل بس عن طريق التكنولوجي، اللايف ستوري، ريل ينزل، بوست على انستجرام مع صوره، دي الحقيقه بقت دلوقتي كمان اسرع وسيله انها تقول للعالم كله عن جمال المكان اللي الواحد مبسوط فيه. سؤالي كمان لحضرتك يا فندم، وزاره السياحه والاثار قامت بدورها اللي كان زمان في تذكره للتصوير، هي لغت الموضوع التذاكر التصوير، اذا كان كان الاول قالوا طب خليها للكاميرات بس والاجهزه التليفون محمول هي اللي ببلاش، بعد كده قال لك لا كله، لانه وزاره السياحه والاثار ادركت تماما انه السائح لما هياخد صوره وهينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بتاعته تبقى ناقص بقى دور ثاني لوزاره الاتصالات انها توجد الواي فاي او الانترنت اللي تجده متاح ببلاش في الاماكن السياحيه والاثريه، بحيث انه الناس تبقى عندها سرعه النشر من المكان او تطلع
البث المباشر. صحيح. في ناس كتيره جدا ممكن تطلع بث مباشر، ودي في الاخر خالص اللي بيفوز او اللي بيجني ثمار الموضوع ده هي مصر نفسها. طيب سؤالي الاخير لحضرتك يا استاذ وليد، من المهم جدا والصحي جدا انه نضع ايدينا على نقاط القوة الموجودة في أي حاجة حلوة وحاجة الناس بتتكلم عنها. إحنا كل شواطئنا في مصر الحقيقة فيها نقاط تميز وتفرد، بس إيه هي أبرز النقاط الموجودة في مرسى علم؟ بس أنا في رأيي الشخصي الناس الشخص الناس المواطنين الشعب المصري في الآخر خالص. إحنا ساعات يعني متأخرين جدا على نفسنا في الانتقاد، ولكن معظم التجارب للاجانب بتكون من خلال اشخاص مصريين بيتصرفوا بطبيعتهم جدا جدا جدا، اللي هي بتبهر الناس من ادب اخلاق ذوق. في حاجات ناس عشان في ناس هتطلع تنتقد اللي انا بقوله وتقول، بس في تجارب موجوده في العالم كله بس عندنا، ولكن احنا عندنا حاجات كثيره جدا. يعني انا اقدر احكي الحقيقه حاجه سريعه كده واحنا على الهواء. مواطن مصري كان مختار واحد ست اردنيه تحديدا، الشخصيه اللي سافرت الاردن وكان عندها وزن زياده جايبه هدايا لاحفادها واطفالها، وكانت يعني تبكي عشان معهاش فلوس للشنط. تقدم منها مواطن مصري وقال لها طب انت زي امي، انت بس ايه مشكلتك ايه كذا، دفع لها الفلوس وقال لها انا، قالت له لا يا ابني، قال لها لا انا رايح معاكي على السياره ولما نوصل الاردن اديني الفلوس. الست فضلت تدور عليه بعد ما ركبت الطياره، الراجل اختفى، لما سالت طلعت ان هو راكب رايح حته ثانيه خالص، ولكن تصرف بما يمليه عليه ضميره كمواطن مصري. يمكن شاف الست دي امه وخالته وعمته وتابر، وتصرف باخلاقياته المصريه الجميله، فيها زي ما بيقولوا فيها حاجه حلوه، مصر فيها حاجة. فيها حاجات حلوة حقيقة يا أستاذ وليد. الخبير السياحي الأستاذ وليد البطوطي، جزيل الشكر يا فندم لوجود حضرتك معنا.